جاني رجل على هيئة أخوه يعني على شكل أخوه. وكان جميل الشكل، حسن الوجه، يعني كان مرة وجهه فيه ضياء، وكان يبتسم لي وعانكته وقبلني وجلست أبكي أنا لما ضمني. نعم. وكنت أقول، وفجأة قال لي أنا ماني بأخوك، وكان يردد لي كلمة أنا حي أنا ما مت، أدري ليش كبرتوني أنا ما مت، وكان يبتسم لي مرة، كان ما يسكت أبدا من الابتسام، كان بس يبتسم. نعم. وفجأة قال أنا مو أخوك واختفى. ورحت أمشي اللي حصل أخوي في قبره وكان يبتسم، وكان في يده شيء يقراه أو يطالع فيه أو يناظره وابتسم لي، وكان في خاطري أقول له أطلع تعال معانا معانا، قال وقال لا لا وابتسم. طيب بس اي خلصت الرعب. أخوك حميد شهيد أو حادث؟ أيوه حادث. الله يجعله في الجنة وينزل منزلة آمين. الشهداء آمين. يقول صلى الله عليه وسلم الميت بهدم شهيد. والشيخ ابن زنباز الله يرحمه يقول يرجى كذلك لمن توفي بحادث أن ينزل الله منزلة الشهداء. لذلك هو قال أنا حي ما مت، والله سبحانه وتعالى قال احسبنا الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنا أقول لعل الله ينزل منزلة الشهداء ورؤيته مبتسم كذلك. قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فنجعل نسأل الله العظيم أن يجعله من أهل هذه الآية، وكل من توفي بحادث وعلى الإسلام لعل الله ينزله منزلة الشهداء، والله أعلم.